حصلت شركات القطاع الخاص في مصر على نحو 2,600,000,000 دولار تمويلات تنموية ميسرة، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي. وتصدر صندوق أوبك للتنمية الدولية ترتيب المؤسسات الدولية التي أتاحت التمويلات للقطاع الخاص بقيمة 1,210,000,000 دولار، وذلك بعد البنك يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558,000,000 دولار ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233,000,000 دولار، ثم هيئة التعاون الدولية اليابانية وبنك سوميتومو الياباني بقيمة 200,000,000 دولار.